أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. شهد الأمس تداولا ضعيفا مع القليل من الأحداث باستثناء قاع محتمل في الأسهم وزوج الدولار الأمريكي والين الياباني. قام زوج اليورو والدولار الأمريكي بالاختراق خارج قناته التنازلية طويلة الأجل، ولكن من السهل أن يصمد من قبل المقاومة فوق المستوى 1.1800. يمر زوج الدولار الأمريكي والين الياباني في نمط تنازلي طويل الأجل، ولكنه ربما يكون قد شكل قاعا مع القاع المزدوجة عند 108.69. ما يزال زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي ضعيفا ولم يقم بأي تغيرات على صورته التنازلية التقنية. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.